الانتماء ونمتلك هذه القوه تاع السياده اللي نتلاقاو فيها كل باش نحافظوا على السياده الاقتصاديه تاعنا لا سوفرانتي ايكونوميك. عبر عليها خويا تلي قبيله وقال والله نحيي مؤسسه الجيش الوطني الشعبي والمؤسسات تاع الدوله وعلى راسها السيد رئيس الجمهوريه المترشح سعد مجيد تبون. هذه المفخره وهذه المؤسسات اليوم تحتاج ايضا الى هذا التلاحم الشعبي وهذه الثقه الشعبيه وهذا الانسجام الشعبي اللي مبني على العداله، على ملايين من الشباب اللي جايين من الجامعه على سوق العمل. بان نقابلوهم لازم نقابلوهم باستقرار بامن بفرص بامل. الشباب تاعنا اللي نحلوا كابوس تاع الحرقه ويعاود يتعوض بامل تاع الحياه بحقائق. البلاد تملك امكانيات ومقدرات ماديه وبشريه. بشريه وماديه اذا نحب نحطها في الترتيب. الترتيب هذا اللي يتطلب منا اليوم جميعا اننا نواجهه مع السيد رئيس الجمهوريه اللي راح يكون ان شاء الله هو المرشح تاعنا وهو اللي راح ندعموه في 7 سبتمبر باه تبقى البرامج الاقتصاديه تاع البلاد تحقق التنميه، التنميه اللي تخلي المنطقه هذه الناس لما ترقد يقول الله اكبر المغرب ولا العيشه، ما كاش واحد يبقى في كرش الشر او الجوع او عنده الفوارق بينه وبين جاره. هذه العداله الاجتماعيه.